والآن إلى الفن السابع. أين نظمت أو قامت منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم مسابقة الإبداع الفني للأفلام القصيرة؟ إن فاز المخرج الجزائري الشاب مصطفى بن غرنوط بالمرتبة الثانية عن فيلمه حياة جديدة للسمك. شاركت في مسابقة الآي سي سكو للأفلام القصيرة اللي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم، وعرفت هذه المسابقة مشاركة 180 فيلم من مختلف أنحاء العالم. وصراحة أنا ما كنت ننتظر في هذه النتيجة، لأنه التسجيل كان منذ مدة طويلة. تفاجأت بالمكالمة اللي وصلتني من المنظمة اللي علمتني بخبر الفوز، وفرحت لأنه كنت ممثل الجزائر الوحيد من بين الفائزين في هذه المسابقة. وعن موضوع الفيلم يقول المخرج مصطفى بن غرنوط في هذا التسجيل: فيلم وثائقي مدته 4 دقائق، يتحدث عن تجربة الشعاب الاصطناعية اللي كانت التجربة الثانية في الجزائر وقام بها مجموعة تريدون كلاب مصطفى. الشعاب الاصطناعية هي وسيلة لإعادة إحياء الحياة البحرية. احنا صنعنا هيكل معدني وتم وضعه في أعماق البحار على عمق 20 متر، وبعد مدة ولدت فيه حياة جديدة، يعني تكونت ولدت فيه كائنات بحرية ولا فيه سمك. حقيقة ما كناش ننتظر النتيجة.